بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن بين أيدينا أداة يستعملها معظمنا، هذا الهاتف الخلوي. هذا الهاتف لا بد من شحنه من حين إلى آخر، فإن لم يشحن أصبح قطعة من البلاستيك لا معنى لها إطلاقا. الإنسان المؤمن يحتاج إلى شحن، يشحن كل يوم 5 مرات بالصلاة، وكل أسبوع في صلاة الجمعة شحنة عيار أثقل، وعنده شحنة سنوية برمضان، شحنة يومية بالصلوات 5، شحنة أسبوعية بخطبة الجمعة، وفي شحنة سنوية برمضان، وفي شحنة بالعمر كله الحج. نعم. عبادات هدفها الكبير عقد الصلة مع الله. أصل هذه العبادات أن يذوق المؤمن حلاوة القرب من الله. فمرة أمره أن يدع الطعام والشراب، مرة أمره أن ينتقل من بلده إلى بلد بعيد. يعني العبادات منوعة، بس كلها تصب في خانة واحدة، أن يحكم المؤمن من خلال هذه العبادة الصلة بالله عز وجل. الله من؟ صاحب الكمال والجمال والنوال. لو أخذنا الجمال، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله ونعم بالله. كل ما في الكون جمال طبيعي، جبال خضراء، سهول، بحار، طفل جميل وجهه كالقمر، نباتات لا تعد ولا تحصى، مزروعات، حقول، كل ما في الكون من جمال مسحة من جمال الله. أنت في هذا الشهر تتصل مع أصل الجمال، فإن لم يكن هذا الشهر أسعد أيام العمر هناك مشكلة كبيرة، أن الإنسان ما فهم حكمة الصوم. أراد الله عز وجل أن يجعلك في ظرف تحكم الاتصال به. شهر 30 يوم، طعام في النهار ما في، فأنت يعني أمرك أن تدع أشد الأشياء قربا منك، تناول الطعام، حتى أكل الطعام مباح، ما نهاك عن معصية، نهاك عن مباح، يعني إمعانا في الامتحان. يعني مثلا أب أعطى ابنه، يعني هيئ له أرقى مدرسة بأعلى قسط، هيئ له ألبسة جيدة، هيئ له حاجاته كلها، هيئ له مبلغ يعطيه إياه كل يوم. نعم. فمرة في أكل على المائدة من صنع أمه، والأكل نفيس جدا، قال له الأب: يا لا تأكل يا بني، ألا ينبغي أن كل هذا الخير من أبيه، كل هذا الكمال، كل هذا العطاء، كل هذه الحكمة، هي الأشياء كلها، ألا تسمح لهذا الأب أن يعطيك أمر لم تفهم حكمته؟ حاضر بابا، ما بأكل. الله عز وجل أراد أن يمتحن عبوديتنا إليه. نهاك عن شيء حلال، عن طعام وشراب وكأس ماء. فالصيام عبادة الإخلاص. يعني الإنسان بيقدر يصوم أمام الناس، يدخل لبيته ما في جهة تراقبه، ويتناول كأس ماء بارد. أقول كلمة دقيقة، يعني حينما تصوم معنى ذلك أنت مؤمن إيمان عملي أن الله معك، لأن لا أحد من الناس، أمام الناس صايم، أن يتحقق من دقة في بيتك وحدك، حتى ما في زوجة. نعم. لا في أولاد، والثلاجة فيها ماء بارد، وأنت عطش بشكل فظيع، ما في جهة بالأرض تضبطك بهذه المعصية إلا الله. فحينما لا تشرب معنى ذلك أنت مؤمن أن الله معك. حتى العلماء سموا هذه الطاعة عبادة الإخلاص لله عز وجل، الصيام. جميل جميل. نعم. طيب دكتور، أعود إلى أصل الفكرة، وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منا عبادة ولا امتناعا عن طعام ولا عن شراب، لماذا كانت عبادة الصوم؟ يعني أراد الله أن يعيننا على أن نتصل به من خلال هذه كي نذوق طعم القرب منه. حملنا على أن نعقد اتصالا معه من خلال عمل يمس حاجاتنا.
دعك دع الطعام والشراب يا رب، لماذا أدركته الطعام؟ أم تنفيذا لأمر الله عز وجل، حبا نعم. بالله نعم. فهو أعطاك أمر يتناقض مع حاجاتك اليومية من أجل أن تشعر أنه أنت أطعت الله وقدمت شيء سمين له، من أجل أن تذوق طعم القرب. وأنا بقول كلمة لأخواننا المستمعين، يعني أنت إن لم تقل في شهر الصيام ليس أحد أسعد مني، في عندك مشكلة، تارك طعامك وشرابك نعم. لوجه الله، لوجه خالق السماوات والأرض، لوجه ملك الملوك، لوجه مالك الملوك، لوجه قيوم السماوات والأرض، لوجه الذي سوف تقف يوم القيامة بين يديه. هذا الصيام عبادة من مستوى عالي جدا. لماذا لرمضان هذه البركة العظيمة الكثيرة؟ يعني دكتور، بالحديث اللي بدأنا فيه من صام رمضان، وفي الحديث الآخر من قام رمضان، فالصيام في النهار والقيام بالليل، إذن رمضان من أوله لآخره ليل ونهار هو مبارك. أبدا. ما سر بركة رمضان دكتور؟ يعني هو الحقيقة سؤال دقيق جدا. الله عز وجل يتجلى على عباده نعم. بتعبير آخر يعني تتنزل السكينة على قلب المؤمن عقب طاعة، عقب مؤاثرة، عقب جهاد، عقب إنفاق، عقب عقب عقب، إن العمل الصالح يصعد إلى الله نعم. يرجع للعبد سكينة، استقرارا، سعادة، توازنا، يرجع سكينة نعم. فأنا بقول إنه أكثر عطاء إلهي بالصيام أن هذا الصائم يشعر لأنه أطاع الله وركل شهوته بقدمه، والجو حار والماء بارد، ترك كل هذه الأشياء التي تريحه لجسمه ابتغاء مرضات الله، يشعر أنه هو عمل عمل مع الله كبير نعم. هذا العمل وإن كان سلبي بس سلبيته إيجابية. المقصود بسلبي أي الامتناع، امتناع ما فعل شيء نعم. ما أعطى نعم. ما أنفق نعم. أما سلبيته إيجابية نعم. يشعر أنه الله بيحبه، هذا الشعور هو تكأته للاتصال بالله عز وجل ونعم بالله. طيب شيخنا الفاضل، القرآن الكريم مربوط كثيرا في شهر رمضان، ودائما نقول أن رمضان هو شهر القرآن، رمضان أنزل فيه القرآن، ما الحكمة في أن يرتبط القرآن الكريم بشهر رمضان المبارك؟ يعني الله عز وجل في أشهر مقدسة عند الله عز وجل نعم، رمضان شهر مقدس، هنالك من الزمان من هو خير من نعم غيره نعم من الأزمان كرمضان. لذلك الله ربط نزول هذا الكتاب الأول للبشرية بشهر رمضان، يعني جمع بين شيئين كبيرين نعم، بين كونه كتاب الله وبين نزوله في شهر رمضان المبارك. سبحان الله. هل فيها رسالة مثلا دكتور للمسلم بأن يكثر تحديدا من عبادة قراءة القرآن في رمضان مثلا أكثر من عبادات أخرى؟ ممكن، لكن الأصل أنه أنت عمل لك دورة تدريبية نعم سنوية، دورة تدريبية سنوية نعم، بتعبير معاصر دورة مكثفة، أنت عندك مدرسين من كل المواد، بس لأنه الرياضيات مادة صعبة جدا، يجرى للطلاب دورة مكثفة في الرياضيات لأسبوعين، كل يوم في محاضرتين، تسمى دورة مكثفة. فرمضان دورة مكثفة للمؤمن نعم، يعني في شهر عبادة، شهر قرآن، شهر انفاق الزكاة، شهر انفاق الصدقة دكتور، شهر صلة الرحم. أنت شبهت شهر رمضان بالدورة الإيمانية التدريبية، أي دورة تدريبية يقيس المشارك نجاحه فيها إذا تحلى بمهارات إضافية؟ كمسلم ما الذي يجب أن أتحلى فيه بنهاية رمضان؟ يجب أن يشعر أنه إذا اتصل بالله هو أسعد الناس، هون في الصلاة بالله على أثر ترك المباح، دافع ثمن هذه الصلة. يعني شو بصير لك؟ والعمل الصالح يرفعه، إنسان طرق بابك بحاجة لمال ومعك مبلغ لا تملي غيره، فلما ألح عليك وتأكدت أنه فقير دفعت كل ما تملك لهذا الفقير نعم. لو أنه هلأ أردت أن تصلي المغرب، أنت فعلت شيء مهم، معك مبلغ أنت بحاجة له، لكن آثرت طاعة الله على حاجتك، صلك عمل صالح تقدمه بين يدي الله عز وجل. لذلك الآية والعمل الصالح يرفعه. الاستقامة سلبية
بتقول أنا ما كذبت، ما أنا ما غشيت، أنا ما كذبت، كلها فيها ماءات. العمل الصالح عطاء، انفقت من علمي، من مالي، من قوتي، من جاهي. نعم دكتور، في الحديث القدسي الذي يقول فيه الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيه معنى عميق وخطير. عميق جدا. لماذا خصصت هذه العبادة أنت وحدها؟ حينما تؤمر بغض البصر، نعم، في النهاية لم تشوش نفسك بامرأة لا تحل لك. أنت حينما أنفقت زكاة مالك، نعم، جاءك الرزق أضعافا مضاعفة. يعني أي عمل تفعله هناك ما يقابله في الدنيا. أما الصوم يعني هذا لله فقط، تركت الطعام والشراب فهو من أجل الله عز وجل. يعني أحيانا بيجي غني دينه رقيق، لما بينفق تجي أضعاف مضاعفة، فألف أن الإنفاق مربح مثلا، لأن ينفق وهو يتمنى الربح. بيجي إنسان آخر بيستقيم ببيع وشراء لغلي بتكتر وسق الناس به. يعني كل الأعمال يفعلها الإنسان إلى أثر إيجابي آني، فالإنسان بعد حين يفعلها طمعا بأثرها الإيجابي. إلا الصوم ما في أثر إيجابي، الأثر الإيجابي عبادي، صار الطعام موجود ما أكلت، الشراب موجود ما أكلت، إلا الصوم فإنه لي. ولا معنى آخر لي، يعني من أجلي وحدي، ما في عمل تفعله أمام الناس إلا قد يتسرب. هي النقطة التي أوضحتها في البداية، أنه صعب أن يدخله الرياء أو الشرك. أبدا سبحان الله. نعم. حتى إذا واحد صام نفل وما حكى أنا صايم، يوجه الله صام. لو فرض أنه لو حكى ما شاء الله، الله يبارك فيك، نعم، الله يكثر أمثالك، لا أنا ما حكي ولا كلمة. طيب دكتور، في هذا الحديث نفسه في تتمته مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويقسم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم معروف أن رائحته أحيانا قد تكون بشريا مزعجة، نعم. لماذا جاءت الحديث يعني الكلمات أطيب عند الله من ريح المسك؟ يعني إذا واحد تعطر بأرقى أنواع العطور وكان بمعصية، وإذا كان عم يقدم عمل صالح بجهد عضلي وعرق عرق شديد والعرق مالح، أي رائحة أطيب؟ رائحة العطر الفرنسي ضمن المعصية لما رائحة العرق المالح ضمن الطاعة؟ هذا المعنى سيدي. سبحان الله. لما هو بذل جهد وترك الطعام له رائحة لفمه، بس لأنه هذا رائحة الطعام اللي تركه، إذا رائحة الطاعة هي رائحة القرب، رائحة المؤاثرة. طبعا لا يفهم منها دكتور أن يتعمد الإنسان أن يصدر رائحة من فمه، فهو يحافظ على السواك والفرشاة. أبدا أبدا. لكن طبيعة الجسم امتناعه ل 16 ساعة لو الطعام تولد روائح. لو كان يحافظ مثل ما تفضلت، معظم الناس بعد العصر في رائحة ليست محمودة من فمهم، ليست إرادية، نعم، ليست تقصيرا، نعم. طيب دكتور، في ذات الحديث يعني بالجزء الأخير منه: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. لماذا للصائم فرحتان دكتور؟ سيدي، إذا واحد ما صام رمضان وشعر ببعد عن الله كبير، شعر ببعد وشاف حاله عاصي وجحد هذا الفضل، بيجي العيد بيفطر بيأكل مع الناس، وكان عم يأكل طول رمضان، بس اللي صام حيفطر مثل حكايته. يعني الامتحان موقت، الفرحة الأولى أنه انتهى الامتحان، انتهى ونجحت، يعني أول يوم العيد في إفطار، فأنت شعرت أنه أنت صمت رمضان إيمانا واحتسابا وخضعت لمنهج الله، والمشقة بالصيام انتهت. هلا فرحة الأكل، لأن عفوا برمضان كله ممنوع، أول يوم بالإفطار يعني بقدر يشرب كاسة شاي الساعة 10، عيد في يأخذ كاسة لبن مثلا، في يأكل كل شيء، في يشرب كل شيء، يأكل فاكهة متى شاء. أما الصوم مو هيك، ففرحة هي فرحة من أيام فيها منع إلى أيام فيها فتح مفتوحة. لا تكون إلا لصاحب الهمة وهو المجتهد في العبادة. وشوف مشقة الصيام انتهت، نعم، بقيت الجائزة، واللي فطر برمضان لذائذ الإفطار انتهت، بقي الاسم. دقيقة الفكرة. سبحان الله. اثنين، واحد صام واحد ما صام،
اللي صام مشقة الصيام والحرمان والعطش الشديد واليوم طويل بأيام الصيف، إجا اليوم العيد فطر خلاص صار مثله مثل غيره، بس بقي الأجر، واللي أكل مفطرا متعمدا وتمتع بالأكل برمضان لم يكن بمشقة، فاللذة تبعه انتهت، بقي الاسم والحسرة في القلب، هي حنوسعة الطاعة كلها عند يوم القيامة تنتهي متاعبها ومشاقها وتبقى الجنة، ولاستمتع بالزنا بالخمر بالقمار طول حياته تنتهي هذه المسرات بتوهمه بالنار أمامه. يعني هو بضرب مثال بس دقيق شوي، راكب دراجة ماشي على طريق مستوي، واجه طريقين، واحد نازل واحد صاعد، النازل طريق معبد وفي أزهار وفي أشجار وفي، وراكب دراجة، راكب دراجة ما في أريح لراكب الدراجة من طريق الهابط، ما في جهد منوب، والثاني صعود والصاعد في غبار وفي أكمات وفي أحجار وفي حفر والحر شديد، أنا بيختار الواحد بحواسه الخمس، النازل معلق لوحة مكتوب هذا الطريق النازل ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلين شيء، بس لوحة، وبعدين في جنب اللوحة منظار، وبالطرف الثاني في لوحة قصر منيف لمن وصل إليه، وشيء آخر وفي منظار فيك تقرأ اللوحة في قصر منيف لمن وصل هذه لمن وصل لهذا الصعود، وفي منظار لما بشوف أنت اللوحة والمنظار هون وهون ما بيختلف قرارك، كنت حتنزل هل حتطلع، واضحة تمام؟ تمام تمام. لذلك الدين في متاعب، إن عمل الدنيا سهل بسهوته، سهل بسهوته. ما المقصود عفوا دكتور بها؟ غفلة سهى عن عواقب هذه المعاصي. نعم. سهل بسهوته، لا يصلي، أكل على ذوقه، مرأت فتاة ملأ عينه من محاسنها مثلا، وإن عمل الجنة حزن بربوته، إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. الله يفتح عليكم يا دكتور. قبل أن نقف الفصل دكتور، هل يمكن أن يفهم في هذا الحديث إذا أفطر فرحة أن الله سبحانه وتعالى يجعل مكافأة نفسية للصائمين باختلاف نكهة الطعام إلى الأطيب؟ يعني دائما الناس يقولوا أنه كاسة المي عند الإفطار لها مذاق لذيذ، رغم أن جميعا نعرف أن من خصائص الماء لا طعم لها، بس هي قوانين سيدي. يعني أنت ممكن تأكل وأنت لست جائعا، الطعام له طعم، بس أنت لما بتكون جائع جدا تتذوق الطعام تذوق مذهل. لذلك في ألمانيا في أكبر مستشفى بأكبر خط بالألماني مكتوب نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعد هذا الحديث أصلا في الطب الوقائي. الله، هذا الطب الوقائي، لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا شيخنا ويكرمك ويرفع من مراتبك إن شاء الله. مستمعينا الكرام، إلى فاصل قصير ونعود معنا عبر أثير إذاعتكم حياة FM لنكمل مشوارنا ودرسنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا فيه عن الاستعداد لشهر رمضان، فابقوا بالقرب. جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة في مجلس العلم والإيمان مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا وأستاذنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. الله يكرمك يا دكتور محمد، نحبكم في الله ونحب يعني مجالسكم لكلامكم الطيب يا دكتور. لا تصدق أن هناك حب من طرف واحد. الله يحفظك يا سيدي. وأنا أحبكم. الله يكرمك، وهذا على لسان كل مستمعينا الكرام إن شاء الله. دكتور، في حلقتنا على الاستعداد لاستقبال رمضان، كيف يستعد الإنسان بعدما تعرفنا على عظمة رمضان ومكانة أجره عند الله، كيف يستعد الإنسان لاستقبال رمضان وبيننا وبينه تقريبا 10 أيام؟ يعني أحيانا يمكن أن تمثل الأمور الفكرية بأشياء مادية. فالواحد ماشي بحياته العادية، حنعمل حياته العادية مستوى، رمضان في مستوى أعلى، في قيام الليل يعني التراويح، في تلاوة قرآن، في غض بصر محكم، وإن كان المؤمن كل حياته بيغض بصره،
بس يعني شوية دينه خفيف برمضان في إتمام العبادة. نعم. عبادة العين، وما في غناء مثلا، ما في أشياء ما بترضي الله على الشاشة تشوفها، يعني في ضبط الحواس والمشاعر والشاشة وما إلى ذلك. فإذا كان رمضان بمستوى أعلى من حيث الضبط والعطاء، في عندك سلبي وإيجابي، ضبط والعطاء، وقبل رمضان بمستوى أدنى، إنسان ما في يطلع قفزة واحدة من أدنى لأعلى، فالمستوى العالي يحتاج إلى مستوى مائل قبل منه، يعني ضبط لسانه. طيب سيدنا من القاطع حتى أتأكد من وضوح الفكرة، إذن رمضان كما تفضلت وكأنه قمة مرتفعة. نعم. والإنسان بإيمانياته وهمته نوعا ما ضعيفة في الأسفل، في الأسفل لا يستطيع القفز. القفز بيوم ما بصير. تمام. فإذا كان من 15 شعبان بدأ يعني يغض بصره، يصلي قيام الليل أحيانا، يقرأ قرآن كل يوم، هالأعمال هي اللي تتقرب من رمضان، ألفها قبل أن يأتي رمضان، رمضان يتقنها. يا سلام. لكن لا تبدأ في رمضان، لا، يبدأ من قبل حتى يعتاد طبعا عليها. نعم. وبرمضان الإتقان. سيدي بكل المشاريع الضخمة في مرحلة تمهيد، بكل المشاريع حتى بالأعمال الأدبية أعمال في مرحلة تمهيد. نعم. فالتمهيد لابد منه. جميل. وعلى الإنسان الذي يغيب عن هذا التمهيد وينتظر أول يوم وكأن رمضان حبة سحرية تغيره، قد لا يستطيع. قد لا يستطيع. طيب دكتور، أنوه لمستمعينا بداية الرغبين بالمشاركة الهاتفية معنا على 06-516-4020 وأيضا 06-516-2060 في حديثكم عن الشهر الفضيل. مرحبا باتصالاتكم. دكتور، بعض الناس يبدأ بهذا الشيء، يبدأ رمضان لا تكون الهمة كما ينبغي، ينتظر أو أول أيام تكون همة عالية، ينتظر نصف رمضان وكذلك الحال، يتوسم العشر أواخر التغيير، تنقضي ليلة 27، تنقضي، ينتهي رمضان ولم يتغير فيه شيء، ما الخلل؟ والله في عالم أجاب عن هذا السؤال بس إجابة قاسية، يعني اسمح لي لك يا طبعا. قال العالم إذا إنسان صلى فلم يشعر بشيء، صام فلم يشعر بشيء، ذكر الله فلم يشعر بشيء، فليعلم أنه لا قلب له. خالق الأكوان تدع الطعام من أجله وانت جائع، وقد يكون شهر بالصيف، إكراما لهذا الإله العظيم، تقربا إليه، خضوعا لطاعته، ما في شيء. سيدي من سابع المستحيلات أن تتودد إلى الله بشيء ثم لا ترى مودة أكبر من مودتك له، بينزل على قلبك السكينة، بتحس بسعادة لا توصف. شو السكينة؟ تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. بيعطيك بسموه السكينة أو التوفيق، تلاقي عملك موفق، كلامك سديد، نظرك ثاقب، القرار حكيم، في بيتك سعيد، بالعمل سعيد. هي السكينة. وأنا بقول كلمة، إن لم تقل أيها المؤمن، وأنا لا أبالغ والله، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، في عندك مشكلة كبيرة جدا. سبحان الله. لأنه أنت مع القوي. نعم. مع الغني، مع الجميل، مع الرحيم، مع اللطيف، سبحانه وتعالى، مع من بيده كل شيء. إذن الأصل دكتور أنني حينما أتقرب إلى الله بامتناعي عن الطعام والشراب أن يرزقني الله عز وجل سكينة تغمر القلب. نعم. ماذا لو لم أشعر بهذه المشاعر دكتور؟ رب صائم كما قال النبي الكريم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالخلل إذن في تلك اللحظة. نعم. أنني لم أعطي العبادة حقها. هو لما نفهم الصيام ترك الطعام والشراب ليس غير، أكبر خطأ بالصيام هو ترك الطعام والشراب الشيء الملموس، أما ترك الغيبة والنميمة وإطلاق البصر وسماع الغناء وجلسة لا ترضي الله وطرف لا ترضي الله وصديق لا يرضي الله بعيد عن الدين. نعم. متفلت في بعض الدول دكتور، وصار هنالك تركيز على بعض الشكليات أو الجماليات كزينة رمضان وكأثواب لرمضان وعزائم رمضان، هل ترى دكتور أنها تزيد من روحانية الإنسان؟ لا والله، إذا كان رمضان كله عزائم وكله مسلسلات هذا ما عاد رمضان إطلاقا. ألغي كشهر عبادي والله لا أبالغ، ألغي كشهر عبادي، إنه عنده كل يوم عزيمة،
طعام طيب بياكلوا، بعدين في سهرة على المسلسلات وكل برامج. هالبرامج يعني ما تأخذني أو بعض البرامج الساقطة يعني صممت خصيصا لشهر رمضان المبارك. شيء تناقض بحياتنا عجيب. المعصية صممت لشهر رمضان المبارك. شوفي بالأفلام في خيانات أحيانا، في معاصي وأسام. طيب في تفلت سيدنا، من تجاوز كل هذه القضايا المحرمة ذهب إلى بعض القضايا مثل زينة رمضان وفانوس رمضان وكذا، هل تراها جميلة؟ سيدي في عادات وتقاليد إن لم تتصادم مع الشرع ما في مشكلة. نعم. هل تراها شيخنا تتصادم؟ ما في مشكلة. لا ما بتتصادم. نعم. فرح. لكنها بنهاية لها حجمها، ليست علامة المؤمن بديل عن رمضان. أما أن نكتفي بها انتهى رمضان، أن نكتفي بهذه الزينات انتهى رمضان. يعني طالب أيام بيلبس بدلة أنيقة، ألم باركر قد يحط معطر بس ما عم يدرس، التغت مهمته كلها. تمام الله يفتح عليكم دكتور لهذا الكلام. طيب شيخنا الفاضل، جزء أيضا من العادات والتقاليد مثل قضية العزائم الموجودة اللي تحدثت عنها موجودة عندنا بالأردن بكثرة، هل بداية يؤجر الإنسان عليها ولا عليه أن يحظى بنية؟ أنا والله بتمنى من أخواننا الكرام المستمعين، يا أخي أجدوا ولا بعد رمضان شو بصير؟ أكلنا المغرب، صلينا، بعد إجا العشاء، ما قعدت مع أحبابك، أو كان لغيت التراويح، لغيت رمضان أنت كان لغيت التراويح، إذا ما لغيته قعدت ما في نص ساعة، نصف ساعة بعد الأكل على الجامعة رحت. أما إذا أنت أخرت العزايم لبعد رمضان شو في مانع؟ دنيا إفطار، بيجوا الظهر بيعدوا بتموا العشية مثلا، إذا في ولائم اجعلها بعد رمضان، خلي رمضان شهر العبادة فقط. طيب لو كان هنالك يا شيخنا في رمضان ولائم لكنها محدودة يعني ليست يوميا بشكل يرهق جدول العبادة، بالمعتدل ماشي الحال، تراها جيدة دكتور؟ نعم، يعني أقارب عزم ابنه، عزمة أبوه مثلا ما في مشكلة، بس مو الأصل عزائم، الأصل المقربين جدا إليك دعوك برمضان، وأنت قمت على المغرب وحتى على التراويح بعد منها، ما عاتبك وين رايح، يبدو على التراويح لم تضر في جدول عباداتك. أي. جميل دكتور، هل تنصح بجدول العبادات في رمضان يكتب الإنسان ولا يعني إذا كان قرأ كل يوم جزء بس قراءة متقنة؟ نعم. وقراءة مع التمحيص، آية الأمر آية النهي آية كونية، عمل لحاله هيك مثل كتابة دراسة الآيات كل يوم جزء. في عنا قراءتين، قراءة تعبد وقراءة تدبر. ما الفرق بينهما؟ التعبد كل يوم جزء بارة، أما التدبر بتم بيومين بآية واحدة، بأبعادها بمؤدياتها بتطبيقاتها العملية، في القرآن عميق جدا. فأنت عمل قراءتين، بقرأ قراءة بتحب صباحا تعبدية جزء بقرأ، والعصر قراءة تدبر مثلا، بفتح مثلا أول جزء بشوف شو في آية هيك عميقة جدا يعني فاصلة. نعم. بحياتي وقف عندها بتمعن بأبعادها بمؤدياتها بتطبيقات. نعم. العملية. نعم. ماذا قال عنها المفسرون؟ الله يفتح لك يا دكتور. قراءة تعبد وقراءة تدبر. الله يفتح لك يا دكتور. نستأذنك نشرك معنا مستمعين الكرام في هذا الحوار على الاستعداد لاستقبال رمضان. أم محمد أولى متصلين، تفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم محمد. يعطيكم العافية الله يجزيك الخير. الله يعافيكم يا رب. بس ممكن أسأل الشيخ سؤال، كيف المرأة اللي عندها أطفال ممكن تستغل رمضان وما عندها وقت للتعبد للصلاة لقراءة القرآن؟ نعم. يكون وقتها محدود بين أطفالها، كيف ممكن تستغل رمضان حتى تطلع منه بنتائج أحسن كانت متفرغة يعني للعبادة؟ هو السؤال في مشكلة، سؤالك من شان رعاية الأولاد، ما عندك ولد ولا خمس دقائق؟ مستحيل أم ما عندها ولا خمس دقائق ولا عشر دقائق. والله يا شيخ أنا عندي توأم عمرهم سنتين ونص وبنت عمرها سنة ونص. إذن أنت في عبادة، أنت العناية بأولادك أنت في عبادة، أنا أقول كلام دقيق. ما الحد الأدنى والأعلى لها دكتور؟ وسؤال محمد يمكن يمس كثير من الأمهات يعني في مجتمعنا، يعني أنه امرأة مهما كان عندها مسؤولية، عندها زوج وعندها أولاد وعندها أطفال رضع، ما يلتقى مع ربع ساعة بالأربع عشرين ساعة يعني، ما بيناموا الأولاد بالليل، ما بيناموا كلهم يعني. إذن هي تحاول أن تنظم الوقت طبعا. نعم.
سيدي تنظيم الوقت حضارة. طيب دكتور، أي اسم إدارة الوقت. دكتور لو تعارضت مسؤوليات البيت مع العبادة، لا العبادة أول، لا المسؤولية أول. حتى لو كانت ابن عم يبكي. طيب شيخنا النبي، النبي اللهم صل عليه بيقرأ بالفجر صفحة مثلا، سمع طفل يبكي أم قرأ أقصر آية، فلما سئل قال سمعت صبيا يبكي ينادي أمه ببكائه فرحمته. الله أكبر لك صلى الله عليه وسلم. إذا لو تعارضت العبادة دكتور مع المسؤوليات والأولويات الأساسية في البيت، فالأولوية طبعاً لهذه للبيت طبعاً طبعاً. لو كانت العبادة فريضة دكتور، مثلا صلاة المغرب وأولادها وبيتها يحتاجونها، والمغرب تعرف دكتور له وقت ضيق محدد، بينتظروا لتنتهي صلاة. إذا تصلي الفريضة طبعاً. لا الفرض له اعتبار آخر. إذا سيدنا كسلم أولويات، الفريضة واحد طبعاً، البيت اثنين نعم، ما زاد من العبادات ومنها التراويح البيت أولى. حكمة الإنسان في إدارة الوقت في نعم أن يؤديه. نعم جميل جميل جدا. الله يفتح عليك يا دكتور ويجزيك عنا كل خير. شيخنا فاصل قصير ونعود معك ومع مستمعينا ليتم حوارنا هذا وحديثنا لاستعداد لاستقبال رمضان بحول الله، فابقوا بالقرب. حياكم الله مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبيلسي. حياكم الله أستاذنا وشيخنا الفاضل، بارك الله بكم ونفع بكم. أهلا وسهلا بكم يا دكتور محمد. هذا لقاء الأسبوع يأتيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة حياة FM، ويعد بذات الليلة البث الأول المباشر يوم الثلاثاء الساعة 3 بعد موجز الأنباء، ويعد بذات الليلة 11 مساء والجمعة 5 مساء بحول الله. أهلا ومرحبا بكم دائما وأبدا عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، متواصلين معكم مستمعينا الكرام. دكتور أكثر نصائح تنصح الناس فيها في استعدادهم لاستقبال رمضان في هذه الأيام، يبدأ بقراءة القرآن ولا بتهذيب النفس ولا بمجالس العلم، بماذا دكتور؟ قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني أنسب وقت لقراءة القرآن بعد صلاة الفجر، وفي ذكر إن أمكن نعم، وفي عبادات تعاملية يعني إطعام الفقراء، شهر الخير، شهر الأنفاق، شهر أداء الزكاة نعم، فالبحث عن المساكين والمحتاجين، ويعني إعطاء مواد أساسية أو أموال بحسب الحكمة نعم، هذا جزء من الإنفاق من رمضان تقريبا نعم. يتبادر دائما دكتور، هو رمضان شهر القرآن والإنفاق نعم، القرآن عناية فائقة بالقرآن وعناية بالإنفاق نعم. يتبادر دائما إلى ذهن دكتور، هل عبادة الصيام مربوطة بعبادات الأخرى خاصة كالصلاة؟ يعني تجد أحيانا في رمضان بعض الذين حتى لم يصلوا للآن يصومون رمضان. هو الجواب سيدي، الصيام من أجل الصلاة، من أجل أن تنعقد لك مع الله صلة، والحج من أجل الصلاة، من أجل أن تنعقد لك مع الله صلة، والزكاة من أجل الصلاة، يعني لو كان والشهادة من أجل الصلاة، هي الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. كل العبادات الأخرى غير الصلاة من أجل الصلاة، يعني حتى لو كان ما بيصلي دكتور يصوم على الله سبحانه وتعالى يفتح له يعني همة للصلاة. والله أنا صعب استوعبها إيماني، السؤال علي صعب كتير. أنت عم تعبد الله، العبادة الأساسية الأساسية تاركة، وبدك العبادة الثانوية. الصلاة عماد الدين نعم، هي من أجل، هي الحج من أجل الصلاة، والصيام للصلاة، والاستقامة للصلاة، والعمل الصالح للصلاة. ترك الصلاة شيء كبير يعني الحقيقة. لكن لولا قدره، أنا ما بتمنى أحكي الكلام يعني بالإذاعة، يعني بين الإنسان وبين الكفر ترك الصلاة وشغلة سهلة نعم. طبعا بس تركوها نوعا، تركوها جحودا بفرضيتها كفر بواح نعم، لكن تركها تقصيرا معصية. يعني يؤمن فيها لكنه يتكاسل عنها إيه؟ تعد معصية. لو كنت أنا من هذه الفئة دكتور المتكاسلة وجاء رمضان وبدأت الصيام، تنصحني علّه يكون بوابة إلى نفتح مع الله برمضان صفحة جديدة. جميل. والإسلام يجب ما قبله. جميل. صفحة جديدة يعني إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الله أكبر. رمضان صلح مع الله. يا سلام. من واحد رمضان الإسلام يجب ما قبله، حتى لو ما كان يصلي يبدأ الصلاة من واحد رمضان. من واحد رمضان إذا صلى صلاة متقنة ما بيتركها. يا سلام، لأنه سيذوق حلاوة الإيمان بها. الله يفتح لك يا دكتور. جولة جديدة من شركات مستمعينا. مصطفى تفضل يا أخي. السلام عليكم، يعطيك العافية. الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله. فرصة طيبة عم نحكي مع الشيخ النابلسي، فرصة طيبة سمعنا صوته. أهلا وسهلا.
أنا طبعا بسمعك على حياة فهم بس مش كثير عم بهجر اتصالات. بس يا دكتور بس عندي سؤال بعد إذنك. أنا ممرض وراح يصدف أكثر من ثلثين رمضان راح أكون فيه بالدوام اللي هي شفتات. نحكي شفتات اللي بعد الظهر للساعة 11 بالليل أو شفتات راح تبلش الساعة 11 بالليل. فراح يصدف كثير أيام ما راح أقدر أصلي التراويح في المسجد. وأنت ذكرت قبل شوي إنه حلاوة الصيام بالصلاة. ماشي. لما تجي على البيت فيك صليت من ركعات فقط من ركعات تراويح. يعني بالضبط يعني نحكي إن الأجر يعني طبعا أنت برمضان إذا كان هنالك سبب جمعت بين خيري الدنيا والآخرة يحول بينه وبين عبادة الجماعة. أنت لما عم تتفقد المرضى برمضان بساعة متأخرة عبادة كمان هي أنت عم تقوم بواجبك. طيب كيف دكتور يحاول يكسب يعني الأجرين يعني منها يبقى في عناية المرضى ومنها في صلاته التراويح في بيته. التراويح تصلى 20 ركعة تصلى 8 تصلى بالبيت تصلى بالمسجد في غير خيارات بقى هيك في غير هيك. اليوم اللي ما في عمل يروح المسجد ايه واليوم اللي في عمل ببيته يصلي الساعة. هل يستطيع أن يصلي في مكان عمله دكتور؟ إذا كان مسموح ما في مانع إذا له غرفة خاصة ما في مانع. يعني أنا مثلا أفترض أنني مصطفى ممرض دكتور نعم. أنهيت جزء من عملي والآن أنا في وقت استراحة أو ايه؟ ما في عمل مو شرط صليه وراء بعضه كله ركعتين أربعة ويفقد المرضى. إجا مريض شوف المريض تمام. راح كمله. جميل جميل الله يكرمك يا دكتورنا. أم عبد الله باتصال جديد تفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت احنا كل سنة بنسمع انه شهر رمضان اوله رحمة اوسطه مغفرة اخره ادخل من النار نعم. بس بدي فهمني هذا الشيخ هذا صحيح الكلام ولا يعني شهر كله رحمة للانسان يعني هو نعم. كله رحمة وكله عتق من النار اللي حكيتيهم كلهم صحيحات نعم. لكن كانوا يتحدث دكتور عن يعني يعني هو لما ثبوت صام الحديث. صيام دقيق الحديث صحيح نعم. لما صام صيام دقيق النهاية عتق من النار. انت فتحتي مع الله صفحة جديدة ونجحتي. بس مش المقصود فيها انه اول 10 أيام فيها الرحمة والعشرة الوسطى المعنى العام نعم تأخذ يعني اول قسم ثاني قسم ثالث قسم نعم. بس مو بالساعات الشغلة نعم. يعني إنسان يسعى إلى كل هذه التفاصيل نعم. حتى يكتب له في نهاية نعم. العتق من النار نعم. دكتور في نهاية حلقتنا يعني ونحن كما قلنا على أبواب شهر رمضان المبارك ماذا تنصح الدكتور من هو مقصر بحق الله عز وجل مثلا هو عاق للوالدين أو ظالم ماكل حقوق الناس. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. إن اصطلحت مع الله في رمضان غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أما المعاصي التي يبنى عليها حقوق العباد هذه لا تغفر إلا بالأداء والمسامحة يعني ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد. هذا الذنب يغفر بإحدى حالتين إما بالأداء عليك دين أديته وغفر لك أو المسامحة سامحك. أما الذي لا يغفر هو الشرك ذنب لا يغفر هو الشرك يغفر ما كان بينك وبين الله لا يترك ما كان بينك وبين العباد. ونعم بالله رب العالمين. دكتور لمن يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى شاب ما بيصلي ودي يبدأ صلاة أخت لم تتحجب تريد الاحتشام لكن الهمة متدنية ماذا تقول لهم دكتور لرفع الهمام على أبواب رمضان؟ بدأ حاضنة إيمانية بده الشاب رفيق مؤمن يحضه على الصيام والصلاة. بدها البنت رفيقة مؤمنة محجبة تحضه على الحجاب وعلى الصلاة. بدك حاضنة إيمانية عبر عنها الله بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بدك جماعة مؤمنة مستحيل يكون واحد ملتزم وحوله ناس متفلتين ما بيتم ملتزم. بدك حاضنة إيمانية الله يفتح لكم يا دكتور والدليل القرآني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله.